بين نعيم ببالغ الحزن والأسى بتنعي قناة السودان 24 الآن الشاعر الكبير محمد طه القدال الذي وافته المنية في العاصمة القطرية الدوحة أمس 4 يوليو 2021. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الأستاذ الشاعر الفز محمد طه القدال، هذا الرجل الذي انتمى إلى الوطن وإلى إنسانه وعبر عنهما خير تعبير. ندعو الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يصبر أهله ومحبيه وعارفي فضله. وبهذه المناسبة أيضا ننعى عدد كبير من المبدعين السودانيين الذين رحلوا في هذين اليومين، زميل الأستاذ الطيب شبشي، الأستاذ عبد الوهاب طه، الفنان الكبير عبد الرحمن عبد الله رحمه الله، والصحفي القدير الذي زامل أيضا الأستاذ الطيب في فترة من الفترات، وهو شيخ الصحفيين المهتمين بالجوانب الثقافية، وهو الأستاذ عيسى الحلو رحمه الله جميعا رحمة واسعة. اللهم آمين رحمهم الله.